جاء عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. أخرجه ابن المبارك في الزهد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن المبارك: الأصاغر هم أهل البدع. وقال عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. ما أخذوا العلم عن أكابرهم يعني العلم الذي يوافق الحق والعلم الذي اجتمعوا عليه، أما إذا اختلف الأكابر فالواجب على الجاهل أن يسكت، والواجب على طالب العلم أن يميز بين الحق والباطل فيتبع الحق ويترك الباطل. فالقول باتباع الأكابر مطلقا هكذا دون النظر إلى الدليل ودون النظر إلى العلم وعدم العلم، هذا لم يقل به السلف. ولذلك قول ابن مسعود هذا هو المراد به. وسئل عبد الله بن المبارك عن معنى هذا الأثر، يعني أثر ابن مسعود، فقال انتبهوا، قال عبد الله بن المبارك سئل عن قول ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. قال ابن المبارك لما سئل عن معنى هذا الأثر قال: هم أهل البدع، الصغار والشرار هم أهل البدع، فأما صغير يؤدي إلى كبيرهم فهو كبير. انتبهوا، انتبهوا لهذه النقطة التي يجهلها الذين يلبسون ويقاعدون قواعد من عندهم من مخلفات الجماعات. يقول: إذا كان الصغير على الحق فهو كبير. إذن ما معنى الرجوع إلى الأكابر؟ الرجوع إلى الأكابر عند النوازل، عند المسائل التي يحتاج فيها إلى الأكابر فيما اجتمعوا فيه. أما إذا اختلف الأكابر فالواجب طلب الحق ولا يلزم بقول أحد. وأيضا الصغير الذي على السنة وعلى علم وعلى هدي السلف الصالح فهو كبير، لا لأنه فلان أو فلان، ولكن للحق الذي معه. فقال: فأما صغير يؤدي إلى كبيرهم فهو كبير. انتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. ويؤكد هذا المعنى قول إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، يقول صاحب غريب الحديث وهو من فقهاء وحفاظ الحديث، كان قريبا من زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول فلان قال أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. الله أكبر، شوفوا هذه هي القواعد الصحيحة، هذا هو المنهج السلفي. أما أن تريد أن نأخذ بقول فلان وفلان بحجة أكابر أكابر ويكون قول بعضهم ليس صوابا، فقوله حينئذ يكون صغيرا ليس حقا، فأنت تعكس القاعدة وأنت لا تتبع المنهج السلفي. هذا هو المنهج، وهذه هي آثار السلف.